السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بفيديو جديد. طبعا صار عندي 3 أرانب حوامل، فحصت الأرانب طلعوا 3 منهم حوامل، فاليوم راح أرتب أماكن الولادة هذه، أرتبها وأجهزها حتى لما يحين وقت الولادة تكون الأماكن جاهزة ومرتبة. هذه واحدة من الأرانب اللي حامل، وعندي الفرنسية حامل، وعندي الأرنبة اللي لونها هم أبيض فرنسية اللي شعرها كثيف، شوفتكم إياها بالفيديوهات السابقة. فخلونا حاليا نجهز الأماكن ونرتبها ونرجع لكم. حاليا مثل ما تشوفون كملنا المرحلة الأولى، عزلت كل بيت وحده مثل ما تشوفون. هذول الأرانب داخلين، هذه كانت تحفر قبل شوية، كانت تحفر، ما باقي لها شيء، يعني إن شاء الله على الولادة أسبوع أو أقل. حاليا لازم ننظف المكان وبعدها إن شاء الله أكمل باقي الترتيبات. حاليا كملنا أماكن الولادة مثل ما تشوفون، ثبتت صناديق طبعا، خليت شوية ارتفاع بهذا المكان حتى لما تولد الأرنبة بالداخل الصغار ما يقدرون يطلعون، اللي يكبرون شوية حتى يقدرون يطلعون مثل ما تشوفون. بعدين إن شاء الله راح أجيب أغطية خشب، يعني أخلي كل خانة مثل هذه القطعة شوية أكبر تصير، تنفتح وتنسد وحدها، يعني أثبتها بالحائط، اخلي قلابات بالحائط اثبتها اخليها تنفتح وتنسد كل خانه وحدها. واقدر اخلي ابواب صغيره بهذه الاماكن، مثلا اذا عندي ارنبه مقصره بالرضاعه اقدر اخليها بالداخل مع صغارها واسد الباب عليها فتنحبس بالداخل. بعدين ان شاء الله اثبت السقوف، غير يوم ان شاء الله اكمل السقوف، وبعدها ان شاء الله هم اسوي ابواب بهذه الاماكن ويصير المكان جاهز بالكامل. يعني حاليا بعد ما كملنا الشغل 100% بقت السقوف والابواب، هذه اخر وحدة تركتها ما احتاجها لاني شوية صغيرة، وثاني شيء الشمس بالنهار تدخل بهذا المكان، فهذه تركتها ما احتاجها. عندي هذه الاماكن 7 اماكن حاليا صاروا يكفون زيادة. وعندي مثل ما قلت لكم عندي هذه الارنبة حامل، وعندي الفرنسية، وعندي هذه كانت تحفر اليوم، ان شاء الله قريبا تلد. بعدين ان شاء الله اجهز لها الشغلات اللي تسوي بيها بيت الولادة، مثل صوف وخيوط استخدماني اخليها بهذا المكان، اخلي لهم صندوق بهذا المكان حتى قبل ما تلد تاخذ وتجهز بيت الولادة وتلد ان شاء الله بهذا المكان. هذول باقي الارانب المحمية ان شاء الله هم يجي يوم ان شاء الله اصبغ الجدران. هذه الأشجار هم ممكن أصبغها شوية بعد حتى تنطي جمالية للمكان. وبعدين إن شاء الله هم أقدر أجيب نافورات، أخلي لي فرد نافورة أو نافورتين داخل المحمية، بس أسويها شوية عالية حتى الأرانب لا يقدرون يصعدون عليها، تفيد الطيور إذا يشربون ماي أو يسبحون من النافورة تفيدهم. هذه إن شاء الله كلها بالتدريج، كل فترة إن شاء الله أسوي شغلة بعد بالمحمية، وابقى ان شاء الله شوي شوي اطور بالمحمية الى ان اصل للشيء اللي اريده ان شاء الله. طبعا عندي البادجي طيور الحب، هذولا بدأوا يخربون اعشاش الفناجس الزيبرا، طبعا بنوا اعشاش الزيبرا الفناجس مثل ما تشوفون، بدأوا يبنون اعشاش، صار لهم كم يوم يسحبون عشب يدخلون، يجي بعدهم طير الحب يطلع العشب يخرب الاعشاش مالهم، فهذول ان شاء الله باسرع وقت راح اعزلهم وحدهم، حتى لو اجيب لهم قفص يعني كبير واخليهم كلهم داخل قفص حتى لا يسوون مشاكل لباقي الطيور او يخربون الاعشاش على باقي الطيور. وصلنا لنهاية الفيديو، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله.